ومتى عودة اللاعب إلى الملاعب مع الزميل أحمد العطواني؟ الحمد لله والشكر، يعني إصابة ما انها بالقوية، يعني إن شاء الله بعد الفحوصات اللي جريتها يعني ما تطول، يعني فترة طويلة حوالي 45 يوم الإصابة. بعد عندنا فحص ثاني، يعني دكتور يعني إدارة النادي بذلت مجهود بهذا الموضوع، ودوا تقارير خارج العراق، بعد يعني التقرير النهائي من الدكتور بعد ما راجع إن شاء الله هاي الأيام. هناك من يتحدث انه يقول اللاعب العراقي وخصوصا تحديد محمد داود انه الحكام يعني دائما ما يحمون اللاعب بسبب اجراءاتهم الضعيفه، صحيح؟ لا، مو قصه ما يحمون اللاعب، بس هو اي لاعب، يعني اي لاعب، اللاعب الجيد في الملعب يعني مو بس محمد داود، جميع اللاعبين يعني يتعرضون للركل والضرب، يعني شغله طبيعيه هاي بكره القدم. اليوم محمد داود يعني اصر انه يحضر تدريبات الفريق، شنو هذا يعني لك؟ يعني نفسيا إلي يعني مو فشي، يعني جد تدريبات الفريق يعني هم أساندهم، لأن تعرف الفريق يمر فترة حرجة هاي الأيام، يعني بثلاث مباريات حصلنا نقطة واحدة من عده، يعني وكثرة الإصابات بالفريق حوالي 6 لاعبين ولاعب محروم، يعني الفريق يمر بفترة حرجة هاي، إن شاء الله نعيد نفسنا ونرجع أقوى. محمد داود باقي مع النفط؟ باقي.